السلام عليكم. لو انا عايز اعمل شغل حلو كده في الضغطات وعايز اديها ماتيريال، طيب هاجي هنا في رياليستيك ظهر عندي بالشكل دوت. انا عايز ابدا ادي ماتيريال، فالضغط ملهوش ان انت تخش في الخصائص بتاعته، مش هتلاقي فيه اي حاجه خاصه بالماتيريال. طيب هعمل ايه؟ هروح هنا للدوك سيستم واقول له مثلا السبلاي اير، انا عايز اخش في الخصائص بتاعته، واقول له باي كاتيجوري، اقول له ان انا عايز الماتيريال مثلا ديت احددها، واقول له يوزر ريندر ابيرنس، وتقدر تغير الكالر لو انت عايز تغير الصورة، تعمل المؤثرات، ممكن تعمل ريفليكشن مثلا اهوت، وتقول له اوكي. فهتلاقي الشكل بتاع الضغط بدأ يتغير وبدأ يدي فيه لمعة ماتيريال. يعني تقدر تختار ماتيريال، اصبح ان انت تقدر تحط الماتيريال اللي انت عايزه. تمام، ممكن تعمل ريندر مثلا، احنا مختارينه اقل جودة درافت، مجرد بس ان احنا نشوف التأثير هيبقى شكله ازاي. فهتلاقي بالشكل ده. طبعا لما تعلي الريندر تخليها بيست هتعمل لك شكل احسن من كده كمان.